بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المشاهدين. اليوم معانا فيديو مشاهدة تويوتا لاند كروزر في اكس اي 2018، تابعونا. الآن نبدأ نشرح مواصفات السيارة من الخارج. السيارة عليها مصابيح زينون وعليها الأضواء النهارية LED، جهاز غسيل المصابيح الأمامية، مصابيح الضباب، زينة من الكروم في الصدام الأمامي وحساسين في الأمام. أيضا موجود اسم لاند كروزر على الصدام الأمامي. الإطارات مقاس 285 والرنجات مقاس 18. الزينة من الكروم أسفل الأبواب. المرايا الخارجية عليها أضواء فليشر وعليها زينة من الكروم. من الخلف السيارة عليها مصابيح LED، أربع حساسات في الخلف، زينة من الكروم في الصدام الخلفي، موجودة أيضا كاميرا للرؤية الخلفية. ايضا السيارة يتوفر عليها جناح. هذا هو المحرك، 8 سلندر 5.7 لتر، قوة 362 حصان، مشبوك على جير آلي 8 سرعات. طبعا السيارة عليها فتحة سقف وعليها مقابض السقف مطلية بالكروم. هذه بطاقة مصروف السيارة. السيارة تقطع ما يقارب 8 كيلومتر للتر الواحد. الآن أنا في مقعد الصف الخلفي، طبعا المقاعد من الجلد، مقاعد سيارة من الجلد، فتحات التكييف الخلفية موجودة. والإضافة الجميلة اللي جابوها على الفي اكس اي هذه السنة الشاشات الموجودة خلف المقاعد الأمامية. طبعا هذه الشاشات جديدة، ممكن تقترن بالإنترنت، تشبكها بالإنترنت وتعطيك كامل معلومات عن السيارة. أنا الآن في مقعد السائق. نبدأ نشرح مواصفات السيارة. طبعا عليها مثبت سرعة، تحكم بالشاشة اللي تكون وسط العدادات. العدادات طبعا من أوبترون، وهنا التحكم بنظام الصوت للسيارة، بلوتوث. طبعا السيارة جاي مثل ما قلت لكم عليها شاشات جديدة. هذه الشاشة نافيجيشن مقاس 10 إنش، ممكن انك تدمج عليها الانترنت وتعطيك المعلومات الكاملة عن السيارة. تشغيل التكييف اوتوماتيكيا. طبعا سامحوني شوية مريض وصوتي متغير. درجة الحرارة مستقلة بين السائق والراكب الامامي. تشغيل السيارة عن طريق البصمة. طبعا النظام السمعي عبارة عن 12 سماعة. هذا ناقل حركة 8 سرعات. نظام التحكم الدفع الرباعي. قفل التروس تراكشن كنترول، انطلاق عن طريق الجير الثاني. هذه حاملة الاكواب. هذه ثلاجة. شو موجود هنا في السيارة؟ السيارة طبعا موجودة عليها مثل ما قلت لكم فتحة السقف. هذه حملات النظارات. هذه الأضواء شلون شغلوها ما أدري والله. أيوة. عن يسار السائق طبعا تحكم المرايا الخارجية، فتح وإغلاق المرايا الخارجية أوتوماتيكيا، إطفاء وتشغيل باركينج سنسر. طبعا جميع النوافذ تفتح وتغلق بلمسة واحدة. قفل المركزي موجود. تقريبا هذه هي مواصفات السيارة من الخارج أو من الداخل ليس من الخارج. نقول الآن سعر السيارة 30500 ريال عماني قبل الخصم، موديل 2018 في اكس اي. يعني نقول بالسعودي تقريبا 301000 ريال سعودي. ختاما اتمنى يناسبكم المقطع، وتحياتي لجميع المشاهدين.